متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. الأجواء عموما تكون مستقرة في غالب ومعظم مناطق المملكة إلا فوق المناطق الجنوبية الغربية، المرتفعات منها تحديدا، بالإضافة إلى مرتفعات الطائف وأيضا مرتفعات مكة المكرمة التي ربما تتعرض في ساعات لاحقة من هذا اليوم لبعض الزخات الرعدية من الأمطار في تلك المناطق. أما في باقي مناطق الأجواء مستقرة، فمثلا في العاصمة الرياض الأجواء تماما مستقرة وتصل العظمى إلى 28 درجة مئوية، وبالتالي الأجواء مائلة للحرارة بعض الشيء في ساعات النهار خلال نهار هذا اليوم. درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدن ومحافظات المملكة، سنبدأها شمالا هذه المرة من تبوك 26 إلى 11، في سكاكا 25 إلى 14، في عرار 22 إلى 12 درجة مئوية. في المناطق الغربية المملكة مكة المكرمة 34 إلى 22، كما لاحظنا فرص لبعض الأمطار الرعدية، الطائف 25 إلى 14 كذلك الأمر. أما في المدينة المنورة 32 إلى 20، وفي جدة من 32 إلى 22 درجة مئوية، مع التأكيد على وجود فرص لأمطار رعدية فوق مرتفعات مكة والطائف. كذلك ما هو في المناطق الجنوبية الغربية المملكة التي تتوقع أن تتعرض لبعض الزخات الرعدية من الأمطار، في أبها 22 إلى 11، في الباحة 22 إلى 12، وفي جزائر من 29 إلى 25 درجة مئوية. شرقا في الإحساء 28 إلى 13، الدمام 28 إلى 14، وفي حفر باطنة من 28 أيضا إلى 14 درجة مئوية. وختام هذه الجولة في المناطق الوسطى، في الرياض 28 إلى 16، بريدة 27 إلى 13، وفي حائل من 26 إلى 12 درجة مئوية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية للمملكة نهار هذا اليوم. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.